مثل ما منشوف في حلاوة بهالدنيا، بالمقلب الآخر منشوف إنه في حزن بهالدنيا. في ناس موجوعة بصمت، في ناس موجوعة على السكت، في ناس موجوعة من جوا وقلبها عم يحترق. اليوم هالصوت بدنا نوصله لآخر الدنيا. نحن وياهن رح نمشي هيدا الطريق حتى يقدر علي يعمل عمليته ويرجع يشوف ويرجع يعيش حياته مثل ما كان عايشها لما كان عمره 12 سنة. علي اليوم رح يطفي بعد كم شهر عمره أو شمعته العشرين، وإن شاء الله عقبال المية. أهلا وسهلا فيكم نعمت علي شحوري. هاي علي، كيفك؟ تمام؟ الحمد لله. بس نحن برغم من كل الحزن بس نحن عنا تفاؤل، صح؟ أكيد الحمد لله. ومؤمنين إنه هيدي العملية رح نعملها إن شاء الله ورح ترجع تشوف بإذن الله. صح؟ أكيد. أهلا وسهلا فيك ست نعمت. بعرف المشوار بلش من لما كان علي عمره 12 سنة. نعم. طلع كتلة براسه. نعم. صحيح؟ وكان مفروض يكون في مواكبة للموضوع. أكيد. ما قدرته الظروف كتير، يمكن بتخليك انك بعض الامرار تسكتي عنها. هي وضعك وحياتك، وفي بعض الناس الاستغلاليين يمكن ما يقدروا يوصلوا صوتنا. يا للاسف هالدنيا عايشه هيك، ناس بتقدر تعيش عن ظهر المريض او الميت او الحيط. نحن منهم، نحن ربع منهم لهالناس. انا صرختي عندك وعبر هالمنبر هيدا وعبر منبرك انت، أنا ما بدي شيء من هالدنيا، بدي ابني يعيش. الله يطول بعمرك ست نعمات، ودموع الأم كتير غالية، مش علي يعني بس على كل الناس. أكيد. وكل أم مطرحك بتفهم أنت الحرقة يلي عم تقطعي فيها والوجع جوا يلي عم تمرقي فيها. أكيد. صدقي يمكن هيدي اللحظات يمكن اللي بتخليني أشوف ابني ما قادر يكمش كتاب، ما قادر يكون مع الشباب مثله مثل غيره. مش بس أنا، ديري بالك في أوضاع كتيرة مثل علي وأصعب، بس أنا إما بقدر أتحمل شوف ابني هيك. لشو بحاجة علي اليوم؟ علي بحاجة لعملية للكتلة. هيدي الكتلة إذا ما عملت العملية بتنفجر براسه بتقتله لعلي. هلقد خطرة جداً، يعني مش بس قصة إنه هي منعته يقشع، ولكن هي ممكن لا سمح الله إن انفجر بتشله بيروح علي، بينتهي علي. ممكن توصله إنه 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 تخسريه. أف. وقديه مستعجلة هيدي العملية؟ يعني الحكيم بالمستشفى شو تقريره، شو قال؟ تقرير عند الحكيم لازم يبادروا بالعملية، لأنه هيدي الكتلة بتتخوف إنه تنفجر براسه لعلي. تكبر؟ تنفجر فجأة، يعني بتصير في مثل نوع انفجار ما بتعود تتحمل هالكيس فبينفجر فبيتعبى كل الراس. الفكرة مش هون، الفكرة ما عم نقدر نفوت مستشفيات لأنه ما بيغلقن طاقة. قد ايه بتكلف هيدي العملية؟ 14,000 دولار. 14,000 دولار تكلفة هيدي العملية؟ نعم. ليقدر علي كفي حياته؟ نعم. ويرجع يقشع؟ نعم. اف. خليني اقول انه نحن عبر الجديد، نعم، يعني رح نحط ايدنا بايدك، نحن من خلال هيدا البرنامج مبلشين واكيد ما رح نوقف. نعم. حمله تبرعات، الناس عم تقدر تشوف رقمك على الشاشه، وبذات الوقت في صفحه ايضا بيقدروا يدخلوا على هيدي الصفحه وبيقدروا يحطوا ايدهم بايدك. الامين يا رب. ما في حدا ست نعمت عم بيشوف قديه عندك حرقه جوا وما رح يقدر انه يوقف حدك بهيدي المحنه الصعبه. بحياتها الام ما بتقدر تنزل ابنها عنها، لانه يوم اللي انا بده الله اعطاني بلاء ما اني استمر فيه بدي ضلني استمر فيه ليوم ما انهي هالدنيا، ما يوم رب العالمين ياخذ امانتي. الله يطول بعمرك. انت او والدتك او اي انسان او اي والده إن كانت، الام رساله، هي الحقيقه مش كذبة. نحن موجودين بس محروق قلبنا، مش بس أنا، في أميات كتير ما قادرت توصل اللي أنا الحمد لله وصلت لعندكم لهون، لا أقدر أعطي هالصرخة من كل قلبي من كل أم موجودة بلبنان. إن شاء الله يا رب كل أم موجوعة يوصل صوتها، إن كان لولدها أو إن كان لبنتها أو إن كان لأي إنسان موجوع.
انا حقلكم يا سياسيين، انتوا عايشين بس نحن ميتين. الله يطول بعمرك علي. انت كيف؟ على الله. شو بدك تقول ماما؟ لشو مشتاق علي من حياتك السابقه؟ للدراسه. مشتاق ارجع ادرس، ارجع اتعلم، روح واجي ما حدا يكمش لي ايدي ويقول لي تعال اخذك تعال اجيبك. بس بتمنى من الله طلب واحد بس بحياتي، بتمنى من ربي بس الله يبعث لي الحنين بس لارجع اشوف. هي امنيتي الوحيده بالدنيا. الله ما رح يتركك، والله رح يعني هيدي الطلب هيك اللي عم تطلبه. السما كلها مفتوحة وعم تسمعك هلا، والناس كلها يلي عم تحضر الجديد عم تحضرك. أمين. وان شاء الله كل الناس اللي قادرة رح تحط ايدها بايدكم حتى لا تعمل العملية. ان شاء الله يا رب. وتقوم بالسلامة. امين. مثل ما يعني هيك ست نعمة اليوم لما تطلعي بعلي. نعم. شقفة منك اليوم عم. نعم. تطلعي فيها وانت ما قادرة تعملي شيء، يعني. نعم. مش طالع بايدك شيء من وراء المبالغ المادية الطائلة. طيب ما كان في مجال مثلا المستشفى هلا هو ما حدا بالاخر بيقولوا نحن مش فاتحين كاريتاس انه يعملوا العمليه وبعدين على مهل أبداً. يقدر يتم التقسيط او تقبرين. بدي اقول لك شغله، ليه بدنا نبرم ايدنا لورا؟ هيدي البلد عايشه على مافيات، عايشه بوسايط، عندك واسطه بتوصلي، ما عندك واسطه انت ولا شيء. نحن مش موجودين. لو ما حضرتك أنا مني موجود، لو ما التلفزيون الجديد أنا مني موجود، وفي إذاعات كتير مثل الأم تي في كمان عندها رسائل كتير حلوة كان سابقا. بس الإنسان مش هون بيوقف الفكرة، الإنسانية ما بتنعد على إذاعة ما، الإنسانية بنفسيتك وبنفسية كل إنسان شريف. صدقيني بنتي نحن مش موجودين، في ناس عم تموت بالطرقات ما حدا بيقول لها وينك. نحن ميتين، نحن ما قادرين نكمل حياتنا. صدقيني يا ان شاء الله هيدا ان شاء الله هيدا القهر اللي عم حسه ان شاء الله بيدوب، ان شاء الله. امين. انا ما بدي غني، ان شاء الله هيك قلبك بيبرد. امين. بتطمني فكرك من ناحيه عليك. بليز لكل الناس، نحن بلشنا حمله التبرعات، رقمها للست نعمت عم يقطع على الشاشه، وايضا في صفحه بتقدروا تدخلوا عليها وبتقدروا تشاركوا بهيدي الحمله. ضروري نكثف هيدي الجهود، ضروري. أمين. نوقف حد ست نعمت، ضروري نكون معه العلي حتى يرجع لحياته، حتى يرجع لمدرسته، حتى يرجع لأصحابه، لعالمه يلي هو مستفقد له، بغض النظر عن هيدا كله، حتى نخلص له حياته، لأنه حياته بخطر من وراء كتلة موجودة براسه. والعملية جدا ضرورية وجدا مهمة، واليوم قبل بكرة لازم يعملها. بأي مستشفى؟ حكيمه وين؟ إذا الناس بتحب يمكن تعرف تفاصيل أكثر. أكيد. الجامعة الأمريكية مبنى 23 عند الدكتور حسين درويش، واللي عطاني امل كثير الله دخيل اسمه فضله انه ابني ما في شق راس في من المناخير، هيدي اللي اللي اللي, اللي ريحت لي نفسيتي. انا بدي اقول لك شغله، يمكن امن بالحجر بيفنى، كل القديسين الموجودين عندنا بلبنان عم يسمعوني، كل المؤمنين عم يسمعوني وعم يسمعوا كل الأم عم تصرخ يا رب تشفي كل مريض قبل ابني لحتى ابني يشفى. شو حلوة هالدعوة ست نعمت، يعني عم تطلبي لغيرك قبل ابني، يعني علي، لأنه هيدا وجع. شايف قد ايه مام بتحبك وقد ايه بدها مصلحتك وقد ايه هي عايشة كرمالك؟ لولا الأم ما في الدنيا حبيبي. الله يخلي لك امك فوق راسك
وضل حضنتك وضلك موجود حدا ورفع على راسها حبيبتك. ومثل ما هي هيك عم تركض اليوم كرمال تخلص لك حياتك وتردك لحياتك السابقه، بكره تكبروا اثنيناتكم سوا وتشوفك احلى عريس ان شاء الله كمان. يا رب ان شاء الله يا رب انت تكبري اكثر واكثر. الله يخليك يا ست نعمه. بوجودك بوجود كل انسانه عندها انسانيه، والله يحميك ويحميهم كل الشباب. شكرا كثير. شكرا وايدنا معكم ومش رح نترككم، رح نختمها بضحكه ست نعمات أكيد. وان شاء الله رح يكون عنا امل انه علي رح يخلص، رح ينجح، رح يعمل العمليه ورح يرجع يشوف ويكون مبسوط بحياته. بذكركم هيدا رقم التليفون عم يطلع لكل تبرعاتكم، بتقدروا تتواصلوا مباشره مع ست نعمات، بتقدروا من خلال الصفحه ايضا يلي عم نحط لكم اياها تدخلوا عليها وتشاركوا شو ما كان المبلغ قد ما بتقدروا. بعرف يمكن الوضع صعب على كل الناس، ولكن دولار على دولار، ليرة على ليرة، شو ما كان الوضع شو ما حطيته، هيدا كله بيساعد انه علي يرجع يعمل العملية ويقدر يرجع يشوف ونخلص له حياته، وهيدا اهم شيء. علي بدك تقول اخر شيء كلمة، اخر شيء نختم معك انت، شو بدك تقول للناس هلا اللي عم تحضرك واللي عم تطلع فيك وعم تقول انك انت كتير مهضوم وحلو؟ بتمنى من الله انا الله يطول باعمارهم كلهم، وان شاء الله يا رب حياتهم تكون احسن من حياتي. ان شاء الله حياتك انت رح تكون كثير احسن وكثير احلى بايمانك الكبير علي. بتعرف هالشيء؟ شكرا كثير لكم، شكرا ست نعمات، شكرا علي، شكرا لوجودكم معنا.